مرحبا، معكم اختصاصية التغذية كليا داهر، واليوم رح نحكي عن حمض CLA يلي موجود بكمية كبيرة بحليب البقر اللي بتتغذى على المراعي الطبيعية أو الجراس فيد. شو هو حمض CLA؟ حمض CLA هو حمض اللينوليك يلي هو نوع من الدهون الغير المشبعة واللي موجودة بكمية كبيرة بالحليب الكامل الدسم. وكمان حمض CLA موجود بكمية 3 مرات أعلى بالحليب الجراس فيد من الحليب العادي. شو هن منافع CLA لجسمنا؟ أول شيء بيحارب الالتهابات وبيقوي المناعة، ثانياً بيحمي القلب وبالتالي بخفض من نسبة الكوليسترول والسكر بالدم، ثالثاً بينظم الهرمونات بالجسم، رابعاً بيقوي العظام. وكمان الحليب الجراس فيد بيحتوي على كمية أوميغا 3 أعلى بكثير من الحليب العادي.